كنا قلنا عشان برضو نقرب الصورة للناس أكتر، لو قلنا إن في 10 جمل ولادنا لو سمعوها يبقى ده تنمر وش كده بالبلدي زي ما بيقول. بص أنا أول حاجة طبعا بس عايز أرد قبلها أقول إنه في التعريفات انتهاك حرمة الطفل أو child abuse ده متعلق بالبيرنتس الأب والأم، إذا أساءوا معاملة واستعمال ربنا سبحانه وتعالى خلقنا الأبناء لهم استعمال sorry for loves use وفي abuse، ولذلك الجريمة المعروفة الفيزيكال أبيوز أو الإساءة أو انتهاك الحرمة الجسدية أو انتهاك الحرمة الجنسية أو انتهاك الحرمة النفسية، فده بالنسبة للأباء والأمهات. بالنسبة للأغراب والزملاء ده اللي هو التنمر بقى، يعني مش ولذلك معظم المتنمرين الولاد المتنمرين غالبا أتوا من بيوت كان فيها أبيوز، الأب كان بيأبيوز ذم بي 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 بيسيء استعمالهم بيسيء بينتهك حرمتهم بطريقة أو بأخرى، فليثبتوا لأنفسهم أنهم يعني مش ضحايا بيبدأوا هم يسقطوا ده على الآخرين. أكتر 10 جمل لو اتقالت يبقى أنا بتعرض لتنمر، يعني هي مش جمل بقدر ما هي كلمات، يعني أنا ممكن إيه أخترع لك أغنية كده، ممكن أقول لك يعني يا باربع عينين عشان لابس نظارة، يا تختوخة، يا حد لونه مثلا غامق فاتح أطلعه الأغنية عليه، يا فحمة، يا ميكي حد شبه شخصية مضحكة مثلا، وهذا ما أكثر ما ينتشر الحاجات الدارجة. أيوة بالضبط، طلعت أغنية معينة فيطلقوا الحد عشان شبه الأغنية دي مثلا، تعبيرات عنصرية تعبيرات كده لحد ما يبكوا أو يخلوا الطفل مش طايق نفسه، وهنا بيبدأ يظهر سلوكين. بالمناسبة برضو من أنواع التنمر التنمر الغير مباشر، يعني التنمر المباشر أنا مش شغال على الولد انتهاكات جسدية كلمات، التنمر الغير مباشر إن أنا أخلق حواليك دائرة من الإشاعات مثلا، أخلي حضرتك تيجي المكان وأنا مش بكلمك أنت مباشرة بس أخليك الناس إيه كلها، وأخوف اللي يقرب منك ولا يساعدك لو حد قرب منه خليه يجي مثلا فتبص لقى العيال كلهم يجي يطلب المساعدة ما حدش يساعده خايفين، ده اسمه تنمر غير مباشر. فالفكرة أنه تصيد الأطفال دول بيخليهم في الاخر يعملوا حاجه اسمها سكول ريفيوزال، يرفضوا المدرسه. في نوعين، في حاجه كنت قلت قبل كده مره سكول ريفيوزال سكول تروانسي، رفض المدرسه، طالب حلو وشاطر ومؤدب وناجح بس مش عايز يروح، الاب بيستغرب طب هنا في حد بيتنمر.